صباح الخير يا تيتشر، يعطيكم العافية. اليوم شو رح نشتغل؟ رح نصحح الهومورك اللي كان عندكم إياه، اللي هو exercise 3 exercise 5، ومن بعدها رح نشرح فكرة صغيرة كتير اللي هي الأيونيك بوند. ما بدها شرح كتير. حنبلش بالcorrection of exercise 3. consider the two atoms carbon C6 and hydrogen 1. Number 1. Specify the electron configuration of carbon and hydrogen. طبعا لنعمل electron configuration صرنا حكيين عن هذا الموضوع كذا مرة. بنقله in a neutral atom، فيكم بدل ما تقولي هيك in a neutral atom the number of protons is equal to the number of electrons equal Z. إذا قلتوا هاي الجملة لـ both of the two atoms ما ضروري تكرروها مرة للكربون مرة للهيدروجين، نذكرها للجملة مرة واحدة بالسؤال بكفي. طيب ليش عم نقول إن neutral atom number of proton equal number of electron؟ لأنه أنا عم بعمل electron configuration. لأعمل electron configuration بدي number of electrons، وأنا ما معي number of electrons. هيدا منو number of electrons، هيدا الatomic number اللي هو number of protons. فبدي خبر الشخص اللي عم يقرأ إنه number of protons هو بذاته number of electrons in a neutral atom. ساعتها بقدر اعمل electron configuration. طيب 6 electrons يعني K2L4. تيتشر هون الفاصلة ما بتحطوها، هون في اخطاء مطبعية في هذا الكتاب. اوكي هذه الفاصلة منشيلها ما بنحطها. K2L4 two electrons on the energy level K، 4 electrons on the energy level L، صار جمعهم 6 electrons مش الحال. الهيدروجين H1 فاذا K1. Part 2. Give the Lewis dot symbol of these two atoms. خلينا نرجع نتذكر شو يعني Lewis dot symbol. Lewis dot symbol is the representation of the valence electrons. The valence electrons are the electrons found on the last energy level. فرح اطلع بال last energy level for carbon. L4. Carbon has 4 electrons or 4 valence electrons. خليني ارجع عيد كيف بنكتب الفالنس الكترونز. بنحط كيف بنكتب اللويس دوت سيمبل، عفوا بنحط السيمبل عندنا 4 فالنس الكترون، ببلش نمشي مثل عقارب الساعه 1 2 3 4، خلصوا الفالنس الكترونز. فاذا هيدا اللويس دوت سيمبل اوف كاربون، ات هاز 3 لون الكترونز. كمان الهيدروجين، هيدا الهيدروجين اللويس دوت سيمبل از ذا ريبريزنتيشن اوف ذا valence electron. اساسا ما عنده غير last energy level، هي last energy level هي بذاتها energy level الوحيد اللي عنده، عليها 1 electron ف 1 valence electron. اوكي هيدول Lewis dot symbol. part 3. determine the valence of carbon and the valence of hydrogen. طيب تنرجع نتذكر what's the meaning of valence. valence يا teacher غير valence electron. نحنا تعلمنا ثلاث طرق لنعرف الفالنس، واحنا من هالطرق اذا انا معي لويس دوت سيمبل هو النمبر اوف لون الكترونز. طلعوا بالكربون، ات هاز 1 2 3 4 لون الكترونز، فاذا الفالنس لها 4. برجع اطلع بالهيدروجين، ات هاز 1 لون الكترون يعني الفالنس لها 1. طيب طبعا يا تيتشر لما يقول لي determine بدنا نركز كمان على الاكشن فيرب، ما قال لي indicate، يعني ما بيكفي بس اقول له الفالنس للكربون هو 4 والفالنس للهيدروجين هي 1، كمان بدي اعمل justification، بدي اعرف له شو هي الفالنس. the valence is the number of lone electrons in the element، او فيكم تقولوا the valence is the number of electrons gained lost or shared by an atom to be saturated. كله بينحسب صح. number 4. explain the formation of the molecule of methane CH4. هيدا اللي بيكون عليه العلامة الأكثر واللي تدربنا عليه بالحصتين اللي قطعوا. بدنا نعمل explain the bond formation بالmolecule of CH4. بلش احكي عن كل آتوم لوحده. بقله carbon atom has 4 valence electron. it needs 4 electrons to be saturated and apply octet rule. خلصنا من الكربون. بتطلع بالهيدروجين. hydrogen has
one valence electron. It needs one electron to be saturated and apply Dewitt rule. طيب طيب فقلنا رجعت كتبت لكم اياها بنفس الطريقه اللي عم بحكي فيها انا لحتى ما تتلخبطوا. حنحكي عن كل اتوم لحال، بنقول له الهيدروجين اتوم has one valence electron, it needs one electron to apply Dewitt rule. الهيدروجين يا تيتشر عطول اول element الوحيد اللي عندكم اياه السنه applies Dewitt rule عطول. طيب carbon atom has four valence electrons, it needs four electrons to apply octet rule لتصير saturated by eight electrons. الحصة الماضية حكينا عن انه لحتى اعرف كل هيدروجين كم كربون في مقابلة او العكس بتطلع بكل وحدة it needs how much. هيدروجين needs one electron بينما الكربون needs four electron، فبتطلع باللي needs اقل one. قديش قديش بدي اضربها لتصير four؟ بدي اضربها باربعة، يعني مقابل كل كربون لازم يكون عندي اربعة هيدروجين. So I will need four hydrogen atoms. Each hydrogen atom will share one pair of electron with this carbon atom. ما نحن قلنا عندي carbon atom وحدة و four hydrogen atoms. إذا ما قدرنا نوصل لهيدي النتيجة أساسا هو عطيكم molecule CH4 يعني one carbon four hydrogen. طيب to form how many single covalent bonds؟ تبهوا لشغلة، كل hydrogen بيعمل bond hydrogen وhydrogen وهيدروجين وهيدروجين، فحيطلع عندي أربعة single covalent bond. أساسا يا تيتشر الهيدروجين مستحيل يقدر يعمل أكتر من single covalent bond لأنه ما عنده غير هيدا الألكترون الوحيد، يعني ما بيقدر يعمل sharing غير ل one pair of electron، فما بيقدر يعمل إلا single covalent bond. أوكي ف رح يعملوا sharing to form four single covalent bonds. Number 5, give the Lewis dot structure for the molecule of methane اللي هي CH4. طيب قلتو إذا ما حتى لو ما كنتوا عارفين إنه في عنا 4 هيدروجين بتطلعوا بالمولكيول CH4 رح نرسمها شو اللي صار عنا هون هلا. طيب رح نرسمها لنا، بحط الكربون بحط اللويس دوت سيمبول تعوله هي مثل ما هو، بدنا نرسم حواليها 4 هيدروجين اتومز، كل وحده برسم اللويس دوت سيمبول لها مثل ما موجود. هيدا الهيدروجين الثانيه. طيب هلا الافضل انه اللويس دوت سيمبول دوتس حطهم محل ما بدهم يعملوا شيرينج، يعني مثلا هيدي الهيدروجين حطيت لها دوت لها مقابل هيدي الدوت، هيدي الهيدروجين حطيت لها دوت لها مقابل هيدي الدوت، هيدي مقابل هيدي لحتى يسهل علي الشغل، وهيدا الهيدروجين كمان عنده 1 دوت اونلي رح حطها مقابل هيدي الدوت اللي هون، ونبلش نوصلهم هيدي مع هاي هيدي مع هاي. هيدا تاني سنجل كوفالنت بوند، هيدا تالت سنجل كوفالنت بوند، هيدا رابع single covalent bond. هيدا بنسميه Lewis structure أو Lewis dot structure for the molecule. هيها بتصير بهيدا الشكل 4 hydrogen atoms each one shares one pair of electron with the same atom of carbon to form 4 single covalent bond.